ودلوقتي بقى وصلنا للفقره اللي بنستناها كل يوم سبت، وهي فقره الاحلام مع مفسره الاحلام الجميله شيماء صلاح الدين. عايزه افكر كل مشاهدينا انه اي حد عنده حلم حابب انه يفسره يقدر يكلمنا على ارقام تليفوناتنا اللي هتكون موجوده على الشاشه، وكمان الاس ام اس على 9207. يعني الحقيقه الفقره دي احنا كلنا بنستناها، واكيد حضراتكم بتستنوها. عايزين نعتذر عن كل الناس اللي بتكلمنا وتقول لنا احلام. احنا للاسف والله بجد الفقره بتبقى وقتها طويل، بس عشان اللي بيتصل بتبقى احلامه كتيره. انا بس رجاء خاص منكم ان كل اللي بيتصلوا، شيماء قبل كده قالت ان الاحلام ممكن نقول الدلالات او الرمز اللي فيها، يعني في حيوانات، في اشجار، في نبات، يعني نقول الحاجه مش لازم نحكي بالتفصيل. بس عموما احنا في انتظار تليفوناتكم او من خلال الاس ام اس. وصباح الورد عليك يا شيماء. صباح الجمال، ازيك؟ اهلا بيك. صباح الورد عليك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا مروه وكل المشاهدين. عايزين يعني كنا عايزين نبدا معاكي بسؤال، ولكن احنا معانا شيماء. شيماء صباح الورد عليك. شيماء اتفضلي. اسمح لي اتكلم شيماء. اتفضلي شيماء، معاكي سامعاك، اتفضلي. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله كويسه، مش اول مره اكلمك على فكره. ربنا يخليك. لو سمحتي كان في حلم عايز حضرتك تقوله تفسره لي. طيب. الرؤيه كانت عباره عن ان انا في واحد انا بحبه كده، بس جه بيقول لي تدخل عليا مره واحده. لا ثانيه واحده، هو الواحد اللي الشخص اللي انت بتحبيه ده بتحبيه في الحقيقه ولا بتحبيه في الحلم؟ لا في الحقيقه. بتحبيه في الحقيقه، وبعدين الحلم ايه بقى؟ لقيته داخل عليا في الشغل مره واحده بيقول لي هاتي الجوانتي بتاعك. فانا استغربت قوي كده، جوانتي؟ فانا فمكسوفه اطلعه، لان جوانتي ده انا واكله بيه قبل كده، فحاسه ان هو مش نظيف عشان اطلعه له. قال هاتي الجوانتي بتاعك. راح اخذ الجوانتي بتاعي وقلع الجوانتي بتاعه اداهوني. قال لي خدي الجوانتي ده، كان الجوانتي بتاعه لونه بيج. قال لي خدي الجوانتي ده اشطفيه او اغسليه. وهو اخذ الجوانتي بتاعي، رغم الجوانتي بتاعي كان شكله صغير. صغير عليه هو؟ صغير على ايده يعني؟ صغير على ايده. بس لقيته لبسه، لقيته لبسه. وانا طبعا مكسوفه لان هو مكانه جبنه، شكله مش نظيف يعني. هو اخده وفرحان قوي بيه وراح لبسه. واداني الجوانتي بتاعه. قال لي خدي اغسليه او بتاع. راح اخد الجوانتي بتاعي ولبسه وهو مبسوط قوي. طيب في حاجه تانية يا شيماء ولا خلاص كده؟ لا خلاص كده. طيب احنا بنشكرك وصباح الورد عليكي، وشيماء هترد عليكي. نقول الحلم تاني ولا انت خلاص؟ لا هي انا اللي فهمته منها ان هي شافت حد من زمايلها المفروض ان هي لا هي واحد بتحبه في الحقيقه دخل لها الشغل. هو دخل لها بقى بعد كده الشغل وحصل موضوع الجوانتي وتبادل الجوانتي. هي الجوانتي بتاعه ما كانش نظيف، وهي بتاعها هي الجوانتي ما كانش نظيف، وهو قال لها هات الجوانتي، فهي كانت مكسوفه تديهوله علشان هو مكانه جبنه، فخد الجوانتي بتاعها واداها الجوانتي بتاعه وقال لها ايه خدي بقى اغسليه. بصي هو الـ يعني الايدين عاده السلام في المنام خطبه لو اتنين بيحبوا بعض، بس ده جوانتي. خلينا نقول ان العلاقه بينهم هي هيبقى في حاجات خايفه ان هو يعرفها عنها او مش هتبقى واضحه قوي، بس هو هيتقبل ده وهيبقى صدره رحب جدا، وممكن كمان يقف معاها ويساعدها مش في ازمه بس في موضوع شخصي يخصها هي ما كانتش عايزه حد يعرفه. لانه كمان ما كانش على قده يعني، كان صغير عليه بس هو اصر ان هو برضو يلبسه. هو هيبقى يعني واقف معاها، هو يعني اخلاقه كويسه هيساعدها. طيب نسال بقى على تساقط الشعر في الحلم. في واحده حلمت ان شعرها كله بيقع، وهي وعمال يقع في ايديها وهي مش عارفه تتصرف، ده يبقى تفسيره ايه او دلالته ايه؟ طب ممكن نفسره بعض منا؟ احنا بنحاول نلقط اي حاجه. منا من السويس. منا صباح الورد عليكي. صباح الورد. الو. اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحت انا حلمت ان انا كنت بشتري فراخ بس هي متلجه او بط حاجه زي كده. بس كده. طيب بنشكرك. شفتي دم في الحلم يا منا؟ ايه شفتي دم؟ مش فاكره قوي. انت شفتي بطه او فراخ حاجه متلجه يعني حاجه مش لسه مدبوحه يعني. تمام. احنا بنشكرك يا منى وصباح الورد عليكي، وشيماء هترد عليكي. نرد على سؤال مروه الاول. لا خلينا بقى في الفراخ الاول او الحاجات المتلجه. طيب خلينا في الفراخ والبط. بصي الفراخ او كل الطيور اللي بتبقى مدبوحه بشكلها ده بيتقال عليها نكد او زعل، وكمان اللحمه المستويه بتبقى نكد اكتر. بس خلينا يعني في الفراخ او كده، هي هتشوف حاجه حزينه او هتزعل، يعني هتزعل على حاجه هي مش بتاعتها بس حزينه مش هتفرحها يعني. طيب ناخد صفاء وبعدين نرد على تساقط الشعر في الحلم. صفاء صباح الورد عليكي. صباح الورد عليكم، عاملين ايه؟ احنا تمام، انت اخبارك ايه؟
الحمد لله. الحمد لله. اسكندريه عامله ايه؟ انت من اسكندريه صفاء؟ يعني عايزه عندي حلمين. انت من عايزة... انت من اسكندريه؟ طيب انت سامعاني؟ ايه؟ انت من اسكندريه؟ ايوه من اسكندريه. اسكندريه اخبارها ايه؟ الحمد لله اهو عايشين. طيب الجو الحلو ده. الحمد لله. طيب قولي لنا الحلم بقى. انا حلمت الحلم الاولاني، انا حلمت اللي في شقتي داخله وعلى السرير قط كبير مرسوم على البطانيه كده زي الاسد يعني بمعنى اصح، وصوت وجوزي جه شاله ومعرفش وداه فين. دخلت تاني برضو في نفس اوضه اوضه النوم دي يعني، لقيتها على الشباك قطه صغيره بيضة وانا خايفه اخش اوضه منها. اه ده اول حلم. الحلم الثاني انا حلمت ان اختي متوفيه، يعني عايشه حاليا. هي عايشه؟ هي موجوده بس انت حلمت انها متوفيه. ومامتك مالها؟ وجوز مامتي ميت بس الكفن بتاعه مربوط كل حاجه بس بيتفك لوحده. بس ايه؟ يعني جوز مامتك بيتفك. طب فهميني معلش يا صفاء، جوز مامتك ميت بتقولي في الحلم؟ اه ايوه. والكفن بتاعه بيتفك كده لوحده. تمام. بيتفك من الكفن. تمام. هو جوز مامتك عايش؟ جوز مامتك عايش؟ جوز مامتك عايش؟ اه. اوكي. اه وبابايا واقف وانا بقول له سامحه. وبابايا مش راضي يسامحه، بقول له هو خلاص مات سامحه. اوكي. راح جه قال انا مسامحه. بس اختي برضه مش عارفه وفي مكان طرب حقيقي وانا واقفه وانا زعلانه قهرانه يعني بمعنى اصح وعماله ازي بنتي. مش يعني انت المفروض ان انت زعلانه على وفاتها صح كده؟ اه. وهي بس هي في الحقيقه موجوده. هي في الحقيقه موجوده. تمام. وعماله اقول يعني دي بنتي، امي واقفه عماله تقول ايه يعني الحاجه دي بتاعت ربنا انا هعمل ايه؟ وانا من جوايا زي ما اكون واحنا مقهوره كده. بصراحه انا خايفه من ساعه ما حلمت. طيب احنا بنشكرك يا صفاء وشيماء ترد عليكي. خلينا ان شاء الله التفسير يبقى خير ان شاء الله. خلينا ناخد قمر من القليوبيه. قمر صباح الورد. صباح الورد. اهلا بيكي اتفضلي حضرتك. عاوزه سامعيني. هي سامعاكي اتفضلي. اتفضلي يا قمر. انا حلمت ان انا وانا جايه من المدرسه لقيت فلوس فضيت في الارض. تمام بس كده؟ فضلت ارمي فيها ارمي فيها وعماله اغص صحابي. جيت عند محل. هي مثال الفضه هو الرمز صح؟ الايه؟ الفضه هو الرمز في الحلم. هو انا اصلا الصوت بتاعها مستمعبه. طيب احنا نقول ايه؟ صفاء. صفاء قولي صفاء الاول. خلينا نقول اخر حلم بتاع صفاء الاول، انه حلمت ان اختها متوفيه ولكن هي اختها في الحقيقه عايشه، وان جوز مامتها ميت ولكن هو في الحقيقه عايش، والكفن بتاعه بيتفك. تمام. وباباها واقف وهي بتقول له سامحه خلاص هو مات سامحه مرتين، قال لها خلاص انا مسامحه. وقعدت كانت متضايقه قوي على اختها وقالت دي بنتي. هي اختها عايشه في الوقت. هي اختها عايشه وجوز مامتها عايش. اه جوز مامتها يعني كلهم عايشين. كلهم عايشين بس هي حلمت ان هم متوفيين. بصي اللي بيبقى عايش وبنحلم ان هو متوفي بنقول له طول عمر، لكن اللي في لو بخصوص الكفن هو ذكر هنا في الحلم ان في حد الكفن بتاعه كان بيتفكك. الكفن بتاعه بيتفكك لوحده. ده معناه ان هو هيبقى في ضيقه بس ربنا هيخلصه من الضيقه دي بس بصعوبه، لان الكفن ضيقه للانسان خصوصا لو كان حي. طب ولما قالت لباباها سامحه مرتين وبعد كده باباها قال لها انا خلاص سامحته؟ لا ما هو دي الحاجات دي ملهاش دلاله في الحلم، لكن هو اهم الدلالات ان هم احياء وحلمت بيهم اه ميتين عمرهم طويل، والشخص اللي عنده كفن ده عنده ضيقه وهيخرج منها بس بصعوبه. تمام. طيب في قمر كمان قالت ان هي وهي جايه من المدرسه لقت فلوس فضه على الارض وهي ماشيه وقعدت تبوس في اصحابها والخط للاسف قطع. الفضه رزق فعلا رزق. هنا الرمز اللي يتاخد الفضه لان الكوينات الفضه دي افضل من الورق بكتير. طيب نرجع للشعر. تساقط الشعر. بصي احلام الشعر خطر جدا، يعني احتراق الشعر صحه الانسان، لما بنشوف الشعر محترق بنقول وعكات صحيه وعمره. للاسف اذا احترق كله بيكون عمر الانسان انتهى، الله اعلى واعلم بس هو التفسير بيقول كده. تساقط الشعر كله معناه الانسان هيفقد اشياء عزيزه وغاليه عليه قوي قوي. قص الشعر يتقال عليه حزن مش حزن، حزن يعني بكلمه الريف القديمه قوه الحزن نفسه او شدته. بيبقى الانسان بيمر بحاجه حزينه صعبه قوي قص الشعر. تمام. طيب في بقى ناخد الاس ام اس شويه، في رقم اخره 213 بتقول انا بابا جالي قال لي تعالي اجيب لك لبس جديد وانا كنت فرحانه قوي، وبابا باباها متوفي وبحلم بالناس متوفيه كتير واكتر حاجه بحلم ببابا.
باباها متوفي وقال لها تعالي اجيب لك لبس كتير. عندها حاجات كتير قوي قديمه اتسحبت منها في وقت من الاوقات، ربنا هيعوض عليها بيها خير. اوكي. طيب في كمان اس من رقم اخره 03 ان حلمت بوالدي بينهارني وبيقول لي طريقك كله غلط ومشي كله غلط، ووالدي والدها اصلا في الحقيقه يعني متوفي. هو في دار الحق واحنا في دار الباطل، هو شايف اللي هي مش شايفه، دي داخله على طريق غير سليم وغير صحيح، واضح انه في حد من الاصدقاء او من الرفاق حواليها مش كويس الاخلاق وهي مش عارفاه، فباباها بينبهها، دي رساله تحذيريه لازم تنتبه لها وتعرف ان هي حواليها حد سيء هيجرها لكده. تمام. طيب ام محمد بتقول شفت بنتي غير متزوجه في بيت والدتي القديم ولابسه جيبه بلون ازرق مبهج ورايحه مشوار، فقابلت على السلم بالصدفه شاب من معرفنا لابس بنطلون بنفس اللون وظهرت بجوارها لقيت جنبها طفله عندها تقريبا 7 سنين اسمها صفاء ولابسه كمان جيبه نفس اللون بتاعها اللي هو الازرق. اللون الازرق ده المركز العلمي، ممكن لو بنتها بتدرس هتحصل على شهاده، ولو جارهم ده بيدرس هيحصل على شهاده برضو، بس بنتها كمان ربنا هيديها في حاجه ثانيه لان جنبها طفله والطفله دنيا. أوكي. طيب في كمان رقم اخره 516 حلمت ان واحده ادتني 10 جنيه وقالت لي اشتري خاص ليكي، وبالفعل انا اشتريت 3 خصات ب2 جنيه واخدتهم ليا لوحدي وكانت عايزه الباقي. العشرة او الواحد والاصفار تمام الامر، ده معناه ان عندها موضوع نفسها يتحقق، يعني هيحصل كلام حواليه لان الفلوس رغي، والموضوع هيتحقق وهيتحقق بالرزق والخير لان الخضره محموده. طب في حلم تاني برضو لنفس الرقم انه مامتها حلمت ان بقره بيضاء انتحرت من بلكونه. بصي البقرة اللي هي السنة، ده معناه ان كان عندهم سنة حلوة وعدت على خير، يعني نأمل السنة الجاية تبقى احسن. طيب في برضو حد باعت بيقول حلمت اني داخلة امتحان ثانوية عامة وتأخرت ودخلت بعد حوالي ساعة. ده معناه ان عندها موضوع ما خدتش فيه قرار، والسبب في كده انها مش شجاعة وما عندهاش اقدام، يعني بتمتاز بالتردد. طيب احنا بقى معانا محمد صباح الورد عليك. صباح الخير. اهلا بيك اتفضل. بالله اكلم مفسرة الاحلام معاك. اتفضل سامعك. اتفضل يا استاذ. كنت على علاقه ببنت من 3 شهور. ايوه سامعين. وبعدين جت لي في الحلم في حوش البيت. الايه؟ حلم من هو؟ طلعت اختي تقابلها فقالت لها اتصل عليها بالتليفون والدارت في جدار حرقت كده يعني. بس وصحيت من النوم. يعني طب احنا معلش انت اوريدي كنت في الحقيقه مرتبط ببنت من 3 شهور وبعدين انتوا انفصلتوا عن بعض. مش مرتبط بيها، على علاقه بيها. على علاقه بيها يعني مرتبط يعني بيها تعرفها من 3 شهور وانفصلتوا سبتوا بعض. اي نعم. طب وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ وبعدين جت في حوش البيت في الحلم. بتعمل ايه؟ طلعت اختي تقابلها. وهي كانت مداريه في حائط جدار يعني. كانت متخفيه. عايزه تسالي اي حاجه؟ متجوز مش متجوز؟ وهي اتكلمت في التليفون وبعدين قالت الخط مكفول. طب انت دلوقتي علاقتك بيها ايه دلوقتي؟ انتوا بعيد عن بعض مش بتكلموا بعض؟ لا خلاص انا تركتها من فتره 4 شهور. طب الحلم ده من امتى؟ الحلم من يومين. طيب انا حالا هرد عليك. طيب بنشكرك يا استاذ محمد وتابعنا. طيب ناخد نادي. طب ناخد نادي الاول. ناخد نادي من القاهره. نادي صباح الورد عليك. صباح النور. اهلا بحضرتك اتفضل. هو انا حلمت حلم كده، انا عامه ما بفتكرش الاحلام بس الحلم ده يعني ده الوحيد اللي فاكره وبقاله بتاع اسبوعين كده. اوكي اتفضل. ان انا شفت نفسي واقف باكل رغيف عيش وبعد كده بفتح ايدي لقيت 1.5 جنيه فاضي. بس عيش ايه بقى؟ فين ولا بلدي؟ تفرق؟ لا عيش بلدي. بلدي؟ تفرق على فكره في الحلم. أيوة شفت بقى انها تفرق؟ شفت سؤالي في محله ازاي؟ كان زي رغيف عيش كده كامل كده وانا واقف في مكان كده وشايف نفسي وانا باكله وبعد كده بفتح ايدي لقيت 1.5 جنيه فضه، يعني 3 انفاس فضه في ايدي كده. انت مقدم على وظيفه او مقدم في عمل؟ لا. انت مخلص كليه ولا لسه؟ بشتغل عامه. طب ما بتحاولش تعمل يعني ما فيش حاجه مقدم عليها في مجال علمي في دراسه في ترقيه؟ لا خالص. جواز؟ طب ليها علاقه بجواز او كده؟ لا ملهاش. طيب احنا بنشكرك يا نادي وشيماء هترد عليك وصباحك زي الورد. طيب ناخد هويده. صباح الورد عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا اختي حلمت ان انا كنت قاعده في بيت وقلت لي 500 جنيه قال لي سافري انت ومنى روحي لاختي
عشان اختي عايزه تشوفها. لا استاذه هويده بالراحه شويه، انت حلمتي انك قاعده في البيت، ومين اداكي 500 جنيه بقى؟ جوزك جوزي اداني 500 جنيه قال لي سافر الصعيد عشان تسلمي على اختي. ماشي. وبعد كده وانا ماشيه رحت انا تعبت جنبه وجعني، رحت ايه قلت اما اروح اكشف عشان جنبي. راح الدكتور قال لي في تعب شويه في الكلى، هديكي حقنتين. رحت دخلت جوه عند الدكتور، لو كل ما بكلمه بحس ان انا عايزه ارجع كيلو بصل اخضر وحاجات كده. عايزه ترجعي كيلو بصل اخضر؟ طيب طيب احنا خلينا نقول الاول ان كان في مين؟ نادي كان محمد، كان نادي بتاع العيش، وهو كان بياكل رغيف عيش بلدي، وهو بعد كده فتح ايديه لقى فيه 3 انصاص فضه. بصي انا ليه قلت في فرق بين العيش البلدي والعيش الفينو؟ العيش الفينو عيشه رغد عاده بياكلوه الاطفال والناس اللي هم بيبقوا اكثر ماديه من العيش العادي البلدي اللي هو المتداول، يعني ده بياكله اي حد. هنا معناه انه انا سالته انت مخدم على عمل او على ده، معناه انه عنده رزق في شغل او في وظيفه او في ماده او في فلوس، هما دول الاربع حاجات اللي بينحصر فيهم رمز العيش بتاع الانسان. فهو هنا عنده في الفتره اللي جايه هيترقى في شغله، يا هيعلو في وظيفته، يا اما في عنده درجه علميه حاجه من هذا القبيل، ومعاها كمان رزق مادي، يعني دي هتعود عليه بفلوس اللي هو الفضه اللي شافها. طيب يبقى افتكرنا يا نادي بقى لما يجي لك حاجه كده، يبقى افتكر شيماء. هو للاسف الوقت خلص، انا ما اعرفش ليه الوقت النهارده جري بسرعه جدا للاسف. ممكن مش عارف، هو الوقت الحلو دايما بيروح كده بسرعه. شيماء سنه وانتم طيبين وكل طيبة ومولد نبوي سعيد، وان شاء الله السنة الميلادية كمان تكون سعيدة يا رب علينا وعليك يا شيماء. وبنشكر خبيرة تفسير الأحلام شيماء صلاح الدين، وصباحك زي الورد. صباح الورد عليك يا شيماء. وطبعا وكالعادة في فقرة الأحلام أكيد بنعتذر لكل مشاهدينا اللي ما قدرناش إن احنا يعني نستقبل اتصالاتهم عشان وقت الفقرة، وكمان اللي بعتولنا SMS، وبنشكر كل مشاهدينا اللي كلمونا وكمان اللي بعتولنا على SMS.